صباح الخير يا ست ام علاء، اهلا وسهلا فيكي. اهلين، الله يسعد لي صباحك ويام، كيفك؟ يسعد صباحك. صباح الخير ام علاء. اهلين، الله يسعد لي صباحك ومام، كيفك؟ الله يسلمك يا رب. خلينا مباشرة نعرف حركة الكواكب اول شيء، بعدين نبدا بمولود برج الحمل يلي بدنا نصبح عليه، تفضلي. طبعا الشمس والمريخ حتى 15 شهر في برج العذراء، يعني المريخ طبعا بده ينتقل لبرج الميزان ب 15 شهر بعد كم يوم. ببرج الميزان عندنا عطارد وزهرة، زهرة انتقل عفوا لبرج العقرب، اليوم القمر والزهرة في برج العقرب. طبعا الكواكب الثانية لساتها بمواقع مثل أورانوس في الثور، زحل والمشتري في برج الدلو، عندنا بالجدي بلوتو بالحوت نبتون، هاي مواقع الكواكب هاليوم. طبعا اليوم الحظوظ للأبراج المائية ممتازة جدا، نتابع الحظ مع مواليد برج الميزان وبرج العذراء هن الأكثر حظا بالإضافة لمواليد برج الجدي. خلينا مباشرة نبدأ مع مولود برج الحمل، بدنا نقول له صباح الخير، شو أخباره الفلكية لليوم، تفضلي. الله يجزيك فضلك، صباح الخير لكل مواليد برج الحمل. طبعا اليوم تصحيح للأوضاع التي سادت في اليومين السابقين، أموره أفضل، بيتلقى دعم مادي أو معنوي، إذا كانت صارت مشاكل عنده بالأيام السابقة اليوم في مصالحات أو البعض الآخر بحطها بالقانون، يعني بتوصل الأمور للمساءلات القانونية. إذا ناصر مولود برج الحمل قرض أو مال من المصارف اليوم يحصل عليه، إذا عنده قضية إرث أو عقار عم يتناقش أيضا، بيتناقش وبيحصل على حقه بإرث أو عقار أو حتى على حقه المالي. إذا كانوا مرضانين وعاملين فحوصات وتحاليل هن أو أحد أفراد العائلة، فاليوم عندهم استشفاء صحي. إذا ناطرين سند أماني أو نجاح في مجال ما، فاليوم النجاح محالفهم لمواليد برج الحمل، ويوم رائع وأفضل من الأيام السابقة إن شاء الله يا رب. بالنسبة لمواليد برج الثور أيضا، شو أخبارهم لليوم أم علاء؟ صباح الخير لكل مواليد برج الثور، اليوم ما حدا يواجهه لمولود برج الثور، لأنه عصبي انفعالي، بيسبب لنفسه مشاكل وزعل مع الآخرين، مع الجميع عموما ومع شركائه بالعمل والعاطفة خصوصا. اليوم التحديات والأخطام يا مولود برج الثور كثير أقوياء، وناطرينك على غلطة، ومثل ما بتعرف غلطة الشاطر بألف وبتدفعك ثمن غالي. كون حذر، كون هادئ، فقط ممنوع التعصيب. بالشيء الإيجابي اليوم في شيء له علاقة بالشراكات العاطفية والشراكات العملية، يعني محتمل مثلا اليوم يخطب، يتزوج، يطلب، يحب، يلتقي بشريك الحياة أو يوقع شراكة عمل. إذا كان عصبي بيفتخر، فاليوم ممنوع التعصيب منعا باتا. تمام. خلينا هلأ نحكي عن مولود برج الجوزاء يلي بنقول له صباح الخير، شو أخباره لليوم؟ صباح الخير لكل مواليد برج الجوزاء. طبعا مواليد برج الجوزاء اليوم عندهم كل ما يتعلق بأمور صحتهم وصحة المقربين وشغلهم هن بقمة الأولويات، يعني بجوز مولود برج الجوزاء يطلب إذن بالتغيب لأنه الله لا يقدر حاسس أنه تعبان صحيا أو عم يهتم بصحة أحد المقربين، أخذه على دكتور، فاليوم عمل وصحة. بعد مواليد برج الجوزاء اليوم مثلا يروحوا بيعملوا مسابقة من أجل عمل جديد، أو بينتقلوا من مكان لمكان، أو بيشتغلوا عمل إضافي، أو بيفتتحوا عمل جديد خاص فيهم، أو بيوقعوا شراكة عمل. فاليوم لمولود برج الجوزاء عمل وصحة السلامة للكل إن شاء الله يا رب. بالنسبة لمواليد برج السرطان أيضا، شو فيك تخبرين عن أخبارهم لليوم أم علاء؟ مثل ما قلنا الأجواء مائية، فكتير عم تدعموا لمولود برج السرطان، الله يسعد لي صباحكم. الأمور عندهم ممتازة جدا عائليا وعاطفيا وللأولاد، حتى يخطفوا ثمار جهودهم. بعد مواليد برج السرطان اليوم مثلا يخلق لهم ولد صغير، البعض الآخر مثلا بيعملوا تحليل حمل بيكون إيجابي. الرجل إذا كان سرطان لمرته، إذا كانت هي سرطان فهالأمور هاي عندها، اهتمام بالأولاد، بسفر الأولاد، دراسة الأولاد، صحة الأولاد. العزابية عندهم شيء عاطفي كتير حلو، راحة وطمأنينة، يعني مثلا بجوز ينخطبوا يتزوجوا لأنه الأمور والوقت جدا مناسب. جميع مواليد برج السرطان بالرجال، نساء، كبار، صغار، اليوم بيحصلوا على كل شيء بالدنيا، يعني اللي بيطلب مصاري بياخذ، اللي عنده ناطر مثلا نجاح بأمر ما بيحصل عليه. كل أموره لمولود برج السرطان اليوم ممتازة جدا. وصلنا معك لمولود برج الأسد، من قلهم صباح الخير، شو أخبارهم لليوم؟ صباح الخير لكل مواليد برج الأسد، اليوم ضاغط متعب، القمر ببيته الرابع وهو بيت الضغوطات والمسؤوليات، يعني
قد تكون الضغوطات إيجابية، مثلا مثل عم يحضر لفرح، عم يحضر مثلا بده يعمر يبني بيت، بده يصلح شيء ببيته أو حتى بسيارته، عم يناقش أمر إرثي مع أفراد عائلته، اجتماعات عائلية على أفراح، على ولادة طفل، على إضافة في نطاق الأسرة، شيء بشغله إيجابي مثلا، هيدا شيء كثير حلو. أما الضغط السلبي مثل مثلا مرض الله لا يقدر، أعطال بالبيت مفاجئة، مرض مفاجئ، مش مشكلة بتأدي لطريق مسدود، شيء بشغله أيضا غير مناسب. فشخصي عائلي منزلي اليوم بامتياز، إن شاء الله يكون الانشغالات إيجابية وما تكون سلبية يا مولود برج الأسد. إن شاء الله يا رب. بالنسبة لمواليد برج العذراء أيضا شو بتخبريهم لهيدا اليوم أم علاء؟ يسعد لي صباحك وماما، صباح كل مواليد برج العذراء، طبعا يوم ناجح جدا جدا، ناجح في كل شيء، ممتاز، الإطلالة رائعة، الثقة بالنفس كثير كبيرة، الذكاء، سرعة البديهة، النجاح مرافقه بجميع خطواته وكلامه وتحركاته، اليوم بيهتم بشؤون الإخوة، السفر مناسب، التواصل، الاتصال، كله ممتاز. فاليوم لمولود برج العذراء من الأيام الجدا رائعة، وإذا ما قبض أموال عنده أيضا قبض أموال. تمام. مولود برج الميزان من إلا صباح الخير، شو أخباره أستاذ أم علاء؟ صباح الخير لكل مواليد برج الميزان، طبعا عنده يوم مالي وبامتياز، مال مال مال، كل ما يتعلق بأمور المال، قبضات مالية صار له زمان ناطرة بتوصل له اليوم، قد تزداد نفقاته ومصاريفه، كل ما يتعلق بأمور البورصة لأنه هو كثير بيشتغل بهالأمور هاي، الحصول على مال، القروض، الديون، استيفاء الديون والمصاريف. فيومك يا مولود برج الميزان مالي وبامتياز إن شاء الله يا رب. بالنسبة لمواليد برج العقرب أيضا أم علاء، خبرتينا أنه الزهرة والقمر عندهم، فشو أخبارهم لليوم؟ طبعا هلا الأمور العاطفية، يسعد لي صباحكم كل مواليد برج العقرب، بسبب تواجد الزهرة اللي هو كوكب الحب والجمال، فهالفترة هي مع أنه هو الزهرة يحكم برج الميزان والثور، ولكن هون بيوب على بس عم يأتي مواليد برج العقرب فرص عاطفية كثير حلوة بهالفترة. واليوم القمر عنده، القمر طبعا هو بيأثر بالحياة، بحياتنا اليومية، فتواجده ببرج العقرب عم يعطيه بدايات ممتازة، إذا حابب يبدأ بأي مشروع جديد، إذا كان عنده هواية يحوله لمشروع تجاري الوقت مناسب. وفي شغلة كتير مهمة، كل المواليد كل الأبراج اللي حابين يبدأوا برجيم جديد يعملوا رجيم، فاليوم جدا مناسب، بكرة لا، يعني حبيتوا تبدأوا فبتقدروا تبدأوا اليوم. كيف الطريقة؟ أنه من الصبح حتى الساعة 5 تقدروا تاكلوا أي شيء شو ما بدكم، ولكن بعد الساعة 5 لتاني يوم ما بتاكلوا شيء غير فقط مثلا بعض المشروبات أو الفواكه أو الخضار، فهيك بتخسروا الوزن بدون ما تتعبوا. ولا مواليد برج العقرب كمان كثير بيناسبهم، إذا حابين يغيروا بالمظهر الخارجي أيضا الوقت مناسب، فأمور البدايات ممتازة وقبض الأموال يومك رائع. إن شاء الله كل الخير لكل الأبراج ومواليد برج العقرب. هلأ وصلنا معك لمولود برج القوس، بنقول له صباح الخير، شو بدك تخبرينا عنه ست أم علاء؟ صباح الخير لكل مواليد برج القوس، اليوم مولود برج القوس خارج نطاق التغطية، يغوص بغياهب الماضي، الرؤية غير واضحة، بيجوز يشعر ببعض التعب أو الوهن، أو يفضل البقاء بالمنزل، أو ييأس من أمر ما، ولكن أنا بقول له لا يا مولود برج القوس، هو يوم وبمر، بكرة بيوصل القمر لعندك بنورك بضويك بيعطيك طاقة مضاعفة. المهم بهاليوم لا تبدأ بجديد مصير، يعيش حياتك روتينية، انتبه من التأخير والتأجيل والسرقات والنسيان والضياع، إذا تجاوز هالأمور هاي فيومك بمر مرور الكرام، المهم أنه ما تبدأ بجديد مصير، أجل لبكرة تنطلق بأسبوع رائع جدا إن شاء الله يا رب. بالنسبة لمواليد برج الجدي أيضا أم علاء، شو فينا نخبرهم لليوم؟ صباح الخير لكل مواليد برج الجدي، القمر في بيت المعارف والسفر والسهر والتسالي، يعني اليوم إذا عزمك حد يا مولود برج الجدي على سهرة، روح على غدا، على عرس، على مشوار بالطبيعة ما ترفض، أو حتى على البحر لأي مكان، لأنه يومك اجتماعي بامتياز. اليوم بعض مواليد برج الجدي عندهم معارف جدد،
والبعض الآخر المعارف بيدعمون بيساعدون، أمور السفر جدا ميسرة، إقبال الناس ببيتك أيضا مناسب. اليوم اقبل الدعوات وكون مثل الفراشة وصير من مكان لمكان وما تبقى وحيد يا مولود برج الجدي. فالأصدقاء والمعارف اليوم بيسعدوك وبيفزوك وكثير راح تكون مبسوط معهم. إن شاء الله كل الخير لكل الأبراج. وصلنا لمولود برج الدلو، بنقول لهم صباح الخير. شو أخبارهم ست معلاء؟ يسعد لي صباحك ويقام صباح كل مواليد برج الدلو. الله يخليكي. طبعا اليوم القمر بأعلى نقطة في قمة الهرم ورأس الهرم، فهيدا عم يعطي لمولود برج الدلو أنه منور ومضوي والأضواء مسلطة عليه إيجابا أو سلبا. يعني كيف مثلا بيحصل على كل إنسان حسب شغله ومجال عمله، بيحصل على شهرة عالية جدا أو مركز بالعمل أو ترقية من نوع ما، هيدا شيء كتير حلو. أما السلبي أنه إذا غلط بيهتز عليش مملكته، بيحصل على تشهير بدل الشهرة، قيل وقال، يلام لأنه مراقب ومنظور. يعني إذا عمل غلط يعني فورا بيقولوا له أنت عملت غلط، يتعرض للمساءلات للقيل والقال لتفشي الأسرار، بجوز يحاولوا يبحثوا بماضي يكشفوا شو عنده أخطاء. فاليوم الحذر يا مولود برج الدلو واجب كثير، ما تعمل غلط كون نظامي، فبمر يومك مرور الكرام. طبعا اخيرا وليس اخرا معلاء، مواليد برج الحوت، قبل ما تخبرينا عن مواليد اليوم مواليد 11/9 تفضل يا معلاء. الله يجزيك فضلك. صباح الخير لكل مواليد برج الحوت. قلنا الاجواء مائيه بامتياز، فيوم ممتاز لمولود برج الحوت اللي حابين يسافروا سفرهم ميسر، اللي عندهم تواقع اوراق او عندهم مسابقه عندهم نجاح، ايضا اللي عنده شيء عاطفي ارتباط ما شابه ذلك اموره ممتازه، عنده رومانسيه عاليه جدا. اليوم صوته ما بيعلى لمولود برج الحوت، بالعكس بيحكي كلام حلو، كلام رائع هادئ، فيومك ممتاز يا مولود برج الحوت. وصلنا معك لمولود اليوم 11/9، بنقول لهم كل عام وهن بألف خير. خلينا نحكي عن بعض صفاتهم وحظوظهم بهيدا الشهر أو لهيدا العام بشكل عام، تفضلي. طبعا الله يزيد فضلك. من بعض صفاتهم لمواليد 11/9 هن الرقم 11 هو رقم القادة. يعني بيكون قيادي من الطراز الأول، ما بيقبل أبدا حدا يقوده. عندهم أعلى رقم بالأرقام هو الرقم 9، فهو بيعطي للصاحبين هالأرقام هاي بيعطيهم دراسات عليا، طب صيدلة هندسات هاي ولا بد. يعني حياتهم على سفر إذا حبوا يسافروا، ونرجع إذا جمعنا 9 زائد 11 بيطلع 20، كمان بيطلع رقم 2 أو بيطلع رقم 11 ثاني مرة. فهيدا القادة قادة قادة من الطراز الأول، يعني الأمور ممتازة وعندهم ذكاء خارق بكل شيء، وسنتهم السنة رائعة جدا، فيها نجاح في جميع المجالات، فيها ذكاء، فيها سرعة بديهة، فيها اهتمام بالأخوة، أمور السفر جدا ميسرة، في شيء له علاقة بشغلهم حتى رأس السنة، وعندهم بعد رأس السنة مركز بالعمل، ترقية من نوع ما، الأمور ممتازة، ولكن التحديات موجودة، ولكن هن قد التحدي لأنه مثل ما قلنا في قيادات كثير كبيرة، الأمور ما فيها أي عائق. طبعا أفضل الأشهر هن شهر أيلول، تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الثاني، أيار وتموز. إن شاء الله عام سعيد وعمر مديد، بتمنى لكم مواليد 11/9 وخصوا معهم وعقبال المية يا رب العالمين، ينعاد عليكم كل أمانيكم يا رب تكون على أرض الواقع وتصير على أرض الواقع بهي السنة. شكرا جزيلا لك معلاء. آمين يا رب ست معلاء، شكرا لك، يعطيك ألف عافية. الله يعافيكم، تسلموا لي، يسعد لي صباحكم.